أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وقولي. إن شاء الله اليوم نحاول نختم على هذا السلسلة القصيرة، على كل حال على القرين، ويعني تفسير بعض الأشياء المحيطة بالقرين والتي تتعلق بالقرين، خاصة أيضا يعني هو يعني إرشاد يعني للضلالات، يعني ضد الضلالات التي يعني أنشروها الكثير من الرقاة يعني في ضلال، والمشعوذين والسحرة حول القرين. تكلمنا ويعني وظهرنا وبينا أن القرين هو من ذرية إبليس، وله طاقة وعنده طبع خاص وميزة خاصة، وحتى يعني كونه يعني يتكون من طاقة خاصة إبليسية خرجت من إبليس، لذلك هو من ذريته. وليس القرين مثل الجن الآخر، يعني ثلاث أصناف يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث. الجن الآخر نعم لهم أشكال، ولهم يعني ذرية أخرى، ولهم دواب، لهم أكل، لهم شراب إلى آخره. اليوم يعني نحاول نتكلم على الشيء اللي شاع في المجتمع على تسلط القرين، تسلط القرين على صاحبه. هذا يعني من الفهم الخطأ، ومن يعني كما يقولوا الضلالات التي وقعوا فيها يعني الكثير من المشعوذين والسحرة والرقاة الجهلاء، يعني اللي راهم في ضلال تام. يعني على كل حال احنا بينا ان القرين مهمته بينة خاصة، وهو الإغواء والوسوسة، وهو يعني دفع الإنسان إلى يعني العصيان، إلى يعني الشرك بالله إذا استطاع، إلى الكفريات، إلى آخره، دفعه يعني إلى يعني معاصي خفية ويعني ظاهرة إلى آخره. والهدف تاعه هو إبعاده عن الحق، عن صراط المستقيم، عن عبادة الله، عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المهمة تاعه في كل شيء صغير أو كبيرة كانت. القرين يتدخل إن استطع يعني بوسوسته، بتزيينه للحرام، خاصة يعني للحرام وللعصيان. نقولكم أولا وقبل كل شيء أن الغذاء الذي يتغذى به القرين الشيطاني هو المعاصي وكل ما حرمه الله. المعاصي وكل ما حرمه الله هي غذاء للقرين. يتغذى القرين من كل معصية، من كل ذنب، من كل فحشة، من كل حرام حرمه الله بكتابه وسنة نبيه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو غذاؤه لتقويته، يتقوى بهذا. يعني القرين يتغذى من الحرام، من كل ما يقوم به من حرام هذا صاحبه، ويتقوى. نعم غذاؤه يوجد مع الإنسان أو خارج من الإنسان، لأنه هو معه سواء خارجيا يدخل ويخرج، أو في جسمه يجري مجرى الدم، أو يعني تارة هو داخل جسمه تارة الخارج، هذه أمور أخرى على كل حال. أما تسلط القرين الآن، هنا قلنا بلي يتغذى من المعاصي، من المحرمات، من هذاك الإيمان الضعيف، المؤمن الضعيف الذي لا يقوم بالصلاة في وقتها، ولا الأذكار، ولا قراءة القرآن، ولا يعني
حتى الخير، هل تعلمون كل أن كل يعني عمل صالح يذهل ويصغر القارئ؟ سبحان الله، حتى هذا يعني أمر عظيم جدا. دي صدقة مثلا، سبحان الله تؤثر فيه. الصدقة تنال ما تنال بمها من خيرات، وربي يحفظك بها وبعد عليك البلاء والمصائب ويغفر لك بها. إن الصدقة تطهر تزكي يعني صاحبها، وفي نفس الوقت تصغر وتذل القرين وكأنه يعني كان تحطمه. هذه الصدقة. ولكن الأعمال يعني تاع الخير والعمل الصالح هو لا نهاية له. يعني الإنسان كي يعني كما يرفع يعني هكذا حاجة من الطريق لكي يعني مثلا قشرة تاع بنان يعني طاحت تاع الموز طاحت في الطريق، يرفعها ويجعلها في المزبلة، الأجر تاعو عظيم، لأنه يعني أولا رفع وسخ من الطريق، ثانيا يعني أبعد أذى ممكن يجي إنسان يزلق عليها يتكسر ولا إلى آخره، يعني ولا تصير له حاجة يعني كبيرة. هذا العمل ينال به أجر عظيم دنيوي وأخروي، ولكن في نفس الوقت يأذي القرين ويضعف القرين. أنا أدخل في الموضوع، تسلط القرين عندي أنا هو أمر يعني يخص خاصة العاصي المذنب البعيد عن الله، يعني تقريبا والكافر وإلى آخره، حتى المسلم الضعيف، حتى المسلم اللي يعني يتهاون على صلاته وعلى الذكر، هذاك حقيقة يعني يغتنم كل الفرص تاع الذنوب والمعاصي اللي يقوم بها ذا صاحبه، ويتغذى من كل حرام أقام به ذاك صاحبه، كل ذنب، كل معصية، كل 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 شيء، نميمة، غيبة، إلى آخره، يتغذى منها ويتقوى حتى إذا كان استطاع يعني يتسلط عليه بهذا. وهذا في الحقيقة الآن راهي توجد في الحقيقة، أنا هذه في التجربة تاعنا، أمور كثيرة يعدها هذا الرقاة وهذ المشعوذين وهذ السحرة أنها من تسلط القرين، ولا هي ليس كذلك، ليس كذلك. العلاج تاع تسلط القرين هذا إذا كان صح نعطوه من بعد إن شاء الله. أما الحالة هذا حالات هذو الأغلبية تاعهم 90% ليس بتسلط القرين. الحالات هذه اللي يعني يعدوها ويحسبوها هاد المشعوذين وهاد الرقاة اللي في ضلال وفي جهلاء هي أمراض نفسانية. حتى النفس يعني في الحقيقة هي أكبر من القارين. القارين يوسوس، ولكن النفس والإرادة يملكها الإنسان إذا قام بمعصية وبذنب وبأمر يعني محرم، فهو الذي قام به العمل، وما يقوم به الوسواس يعني تاع الشيطان هو وسواس فقط، يعني أخذ القرار يرجع إلى ذلك الإنسان. أبدا لو كان هذاك يعني كل شر يقوم به يعني وهو يعني مقهورا تحت سيطرة القرين، لكن هذاك الإنسان يحتاج يوم القيامة ويقول له يا ربي القرين تاعي هو اللي غواني، القرين تاعي هو تسلط عليا وغلبني، ولكن لا ليس كذلك، لأن يوم القيامة حتى القرين يقول له ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وربي يقول أيضا يعني في سورة إبراهيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، فلا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم اليوم ولا أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. حتى الشيطان من بعد الأكبر إبليس والقرآن والقارئ يتبرأ من ذلك الإنسان،
يقول له يا ربي إلا أن دعوته وسوست له وأغويته، وهو الذي أخذ القرار وقام بالذنب، قام بالمعصية، قام بالشرك، قام بالكفر، قام بالعصية، وابتعد ابتعد عن الإسلام، يعني كفر بالله حتى بوجوده. هذا كله أخذ القرار يرجع إلى صاحبه. أما الآن هذه الحالات اللي يعني بالتجربة شفناها أنها ليس بتسلط القرين، بل هي من أمراض نفسانية، لأن النفس هي أيضا أمارة بالسوء. من قال لك في كل ذنب معصية أو كفر أو حرام يقوم به الإنسان هو من الشيطان؟ ممكن هو من نفسك. إن النفس لأمارة بالسوء، حتى قبيل قتل أخوه هابيل، يعني سولت له نفسه قتل أخيه، حتى السماري سولت لي نفسي، يعني باش يأخذ هذيك الرمل من تحت يعني أرجل سيدنا جبريل عليه السلام، ثم يعني سحره وألقاه على العجل من الذهب وخر، يعني انطق هذاك العجل. هذه الأمور يعني ترجع، كثير من الأمور ترجع للنفس، والنفس تاع الإنسان هو مولاها. القرين ليس هو يملك النفس، القرين يوسوس للنفس، فالنفس تأخذ القرار، والنفس تأخذ القرار بالعقل، والعقل يعني هو أقوى. إذا كان العقل يعني غلب النفس، والعقل يغلب النفس بالإيمان، إذا كان الإيمان قوياً الله ينور عقل ذلك الإنسان ويولي يحكم بعقله ليس بنفسه. حتى في الشهوات في السوق يعني كاين الناس تشري بنفسها حتى يحير كيفاش شرى ذاك النفس، لأن جذباته ذيك الحاجة بشهوة نفسانية ليس بالعقل. والذين يشترون هكذا يعني بأنفسهم هم عندهم نفس أقوى من العقل تاعهم، أقوى من الإيمان تاعهم. فالأمر هذا اللي عند بعض الناس هو في الحقيقة مرض نفساني بسيكولوجي بسيكياتريك، يعني ولازم له يعني لازم له دواء من عند أطباء النفس، يعني البسيكولوج البسيكياتر البسيكوثيرابيوت، ولازم له يعني كما يقولوا أيضا وعيا، يعني يولي يعي أن الاضطرابات النفسانية والوساوس والوسواس القهري، ويعني حتى بعضهم لا ينامون في الليل تماما، يعني هي صدمات نفسانية، سدي شوك ايموشنيل، سدي شوك بسيكولوجيك، فقد العمل، فقد يعني شيء يحبه كثير، يعني زوجة ولا ابنه ولا زوجته، ولا يعني أحد من الأقربين كان يحبه كثير. صدمات اجتماعية، يعني سيدي شوك سوسيولوجيك، يدق مع إنسان يحضروه محقور، يحس بالقهر تاع الناس، مظلوم بظلم عظيم من عند طرف الناس، ولم يستطع أن يعني يتحمل ذلك الظلم، فيعني هذا ما كانش عنده صبر، ما كانش عنده يعني طرق لي يعني قوي النفس تاعو على الصبر حتى يأتي الله بالفرج إلى آخره. يعني أغلبية الأشياء يعني هذا الناس يعني كانت لهم صدمات روحية نفسانية في حياتهم، فينشأ بها تنشأ الأمراض النفسانية مثل الخوف، القلق، يعني عدم النوم، مثل يعني تخيلات، مثل هذيك يعني حتى يعني هذيك الأفكار السلبية اللي حتى يفكر في الموت ولا الانتحار إلى آخره، يعني وتولي حياته يعني حقيقة جحيم لا يطاق. هذه الأمراض النفسانية ليس القرين، ولكن نستطيع أن نقول أن هذه الصدمات الروحية النفسانية والاجتماعية اللي يعني تصيب هذا الإنسان، وحتى يعني الأمور الأخرى، يعني مثل حدث مرور، مثل فقد منصب عمل، فقد مال كبير، يعني يكون عنده ملايير تروح تزور، مثلا يكون عنده أشياء يملكها ضاعت انحرقت،
هذه الامور تؤثر كثير في النفس. ولكن ما حبيت نقول ان عندما القرين يرى بلي هذاك يعني هذاك الصدمه هذيك وهذاك يعني لو شوك حطم له الشخصيه تاعو والقوه الروحيه والقوه يعني وطاقه الروح تاعو والطاقه العصبيه انهارت، يستغلها القرين اللي يستغلها ويتقوى ويسيطر على هو راه ديجا مهلوك بهذاك بهذوك الصدمات. ثم القرين يزيد له يعني في الحقيقه يزيد له هو راه يعني دوك الان مرض نفساني. يعني فهذه الامراض هي في الحقيقه نفسانيه وليست من القرين وليست بتسلط القرين على هذا الانسان. يعني من ذاك يدير من انتروسبكسيون، يخمم في الماضي تاعو كيفاش كانوا المراحل، ما هي الاشياء التي يعني صدمته اثرت فيه يعني الى اخره. واولا وقبل كل شيء ياخذ يعني كما يقولوا يعي بها ويعرفها يفكر فيها، يبدا العلاج بنفسه. يعني يقول هذه الدنيا وقدر الله وما شاء فعل، واللي الصابر يعني اجره مرتين الى اخره، ويؤمن بالقدر خيره وشره، وما كان وما اصابه ما كان ان يخطئه، وما اخطاه ما كان ان يصيبه، رفعت الاقلام وجفت الصحف كما جاء في الحديث نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعود يرجع الى الله ان الامور اللي اصابته في الدنيا ما كانت ان تخطئه، شر كان او خير. ثم ياخذ طريق الى بالقران وبالسنه وبالاذكار لعلاج نفسه. فاذا كان يستطيع ان يستعين بطبيب نفساني اللهم بارك، والا يعني بالقران، يكثر من النوافل الاذكار الى اخره، وهو هذا الطريق السليم. ويفكر ماشي الا في نفسه، قال حتى الناس هذا فقد ابوه، هذا فقد سيارته، هذا يعني كان مسجون، هذا يعني كاين بزاف حوايج. ينظر الى الاخرين في يعني المصائب تاع الاخرين ويفكر في مصيبته وبالافكار على كل حال، ويسال الله اللهم اني اسالك، مثل هذا الدعاء بعد مثلا صلاه الفجر او قبل، يعني كيصلي هذوك الركعتين الخفيفتين السني يعني سنه صلاه الفجر ركعتين، وبعدهم يقدر اللهم اني اسالك ان تطهر وان تزكي قلبي ونفسي من كل غل ومن كل حقد ومن كل نفاق ومن كل كبر ومن كل تكبر ومن كل خوف ومن كل معرض نفساني. يذكره انك على كل شيء قادر وبالاجابه جدير. يذكر الله لان الله هو الشافي، يا شافي شافيني من هذه الامراض النفسانيه، يا شافي يا شافي يا شافي شافيني من هذه الامراض النفسانيه، يا كافي اكفني كل شر. وخاصه الدعاء الذي قلته، اللهم اني اسالك ان تطهر وتزكي قلبي ونفسي من كل يعني معرض نفساني ومن كل صدمات اصابتني حتى قهرتني حتى يعني الان امرضتني. أنت الشافي، أنت المعافي، أنت الكافي، أمين. الآن ندخل في هذا التسلط القرين. أنا يعني في التجربة يعني نقولوا بلي القرين إذا كان قويا بالمعاصي إلى آخره، أو كان يعني بأسباب أخرى يحاول، لأنه هو يعرف صاحبه، يحاول ان يوسوس كثيرا يعني صاحبه، لما راش يصلي صلاه في وقتها، وما راش يعني يقرا القران، وما راش يذكر. اذا كان ضعيف الايمان وضعيف يعني في الطاعات، فهذا ممكن القرين ان يعني يتدخل بالوسواس وبالقلق بالخوف يعني اشياء كثيره. الاعراض يعني هم يذكروها كاين منها الصحيح، يعني مثلا عدم التركز يعني في العمل، عدم يعني تركيز ويعني في قراءة القرآن، يعني ثبت في قراءة القرآن، حتى ما يذوقش حلاوة القرآن. يعني هذا كلهم يعني يستطيع أن يكون هذا من القرين.
فيعني انا واش لخصت العلاج الاول من هذا، يعني لا كان حقيقه هو من القرين، يعني الصح صح يعني ما كش اولا وقبل كل شيء هي قراءه المعوذتين، يعني في الصباح بعد صلاه الفجر 3 مرات، وبعد صلاه المغرب 3 مرات. بعد ذلك يعني ماذا يفعل الانسان اذا كان شاف باللي يعني مازال هذا الوسواس ولا هذا العوارض اللي ذكرناهم مازالت فيه، مازالت فيه قويه، يتعوذ من الشيطان الرجيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يوجد يعني شيء يعني يستطيع ان يعني يعافينا ويهنينا من وسوسة القارين إلا الله عز وجل خالقه، فيتعوذ من الشيطان كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. فليقول كل واحد يعني مثلا على حسب الحالة تاعو، هي من يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مرة، 3 مرات، 7 مرات، 21 مرة، 70 مرة، حتى 100 مرة. يدك الأمر قوي قوي 100 مرة، 70 مرة ولا 100 مرة تكفيه إن شاء الله. ولكن يداوم هذا مثلا على أقل أسبوع، كل يومين 70 مرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويأخذ وقت معين إلى كان يقول على 10 أنهار مثلا، كل يوم يحاول على 10 أنهار يقولها باش تنقفل 24 ساعة ويكون ذاك الدوران لمدة أسبوع. بعد ذلك كاينة آية أنا أستعملها يعني كثير، يعني اولا استغفر الله، الايه يستعملوها كاع الناس، ماشي هذه الايه اللي راح نذكرها الان، نذكركم من قبل يعني ما يجي من تعوذ، يعني تاتي ايه الكرسي وهي ما شاء الله يعني تقهر القرين ويعني تضعفه وتحبسه ويعني تكتفه يعني حتى تلجمه بايه الكرسي 7 مرات. وهنا هذه تجربة نهار نكون يعني اضطرابات بعض يعني بعد التعب اللي بعض خاصة الجهاد في هذا الشهر في السحر في الجنون وفي الشياطين، عندما نتعب نحكم مكان يعني في خلوة في بعض الأحيان نقراها 7 مرات آية الكرسي يزول كل شيء، الله أكبر والحمد لله رب العالمين. ثم كان آية أنا أكررها 3 أو 7 مرات وهي يعني تنفع كثير من 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 القارين ومن الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. 3 مرات 7 مرات ما شاء الله، وهي نافعة كثير سواء للشياطين القرناء السوء الخارجيين أو للقارين اللي هو معنا دائما يصاحبنا. ثم يعني بعد هذه أنا هذه الطريقة تاعنا وهذه هي اللي جربناها، يعني يذكر ثاني أيضا الإنسان بعد هذه الآيات المعوذتين وإلى آخره يذكر أيضا هذه الآية من سورة النساء: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بهذه يعني الطريقة بهذه الرقية بهذا الذكر يكفي 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 أن نسيطر إحنا على القارين، إحنا نتسلط عليه، بالعكس إحنا نولو يعني نلجمه ويعني نذله ونصغره حتى يكون كذبابة تحت أرجلنا، ولا يستطيع في الحقيقة. أنا قلتها من قبل، هذا أنا ننقلو على العاصي، على اللي عنده إيمان ضعيف، ما راهوش يقوم بالواجبات، ما راهوش يصلي في وقت إلى آخره. أنا ما نهضروش على المؤمن، المؤمن كله نور، قلبه نور، والله القارين تاعو تقريبا لا يوجد، ذبابة صغيرة تحت رجله اليسرى يعفس عليه كل يوم، ولا يستطيع يعني القارين هذا أن يوسوس للمؤمن الصافي القلب اللي قلبه منور، قلبه سليم وقوي الإيمان، إذا قلبه متعلق إلا بالله عز وجل إلى آخر، من لا يستطيع سبحان الله، لو اقترب يعني لاحترق ممكن، ولا يتعذب، حتى هو يتعذب هنا مع المؤمن يتعذب، فهو يعني صغير جدا. هذه هي المرحلة يعني اللي يقوم بها الإنسان. ثم كاين توجد آيات في الحقيقة استعملناهم ورأينا التأثير لهم على المريض
من الشيطان ولا القرين تاعو ولا مرض نفساني الى اخره. هذه الايه ايضا يعني عليكم استعمالها، ونعطي يعني حتى الصور اللي هي فيها، يعني هي الاولى من سوره آل عمران، وهي الايه 45 بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الانسان يقراها مرتين ثلاثه خمسة سبعة إلى آخره، على حسب الحاجة تاعو. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياؤهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية ما شاء الله. ثم هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يغشيهم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه الآية 11 من سورة الأنفال. ثم أيضا يعني الآية أخرى من سورة الأنفال، وهي وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وإني أخاف الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية يعني هي الآية 48 أيضا من سورة الأنفال، يعني تأذي يعني تذهب الوسواس والقهر تاع يعني وتسلط القرين. الآية الأخرى اللي نستعملها أنا وكنت يعني أيضا أرى فيها تأثيرات وتأثيرات يعني إيجابية يعني فيها خير، الآية هذه من سورة النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته عليكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. الآية 21 من سورة النور. وأيضا هذه من سورة المؤمنون، يعني هذه الآية أيضا فيها تأثير. هذه على كل حال ترتبط مع الآية الأخرى اللي قلناها بالتعوذ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه، ثم هذه الآية أيضا من سورة آية من سورة المؤمنون. وقل ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أيضا يعني للقرآن السور أو إلى القارين تؤثر بإذن الله على حسب يعني حضور القلب، والإنسان يكون مطمئن، مستحب أن يكون على وضوء مستقبل للقبلة إلى آخره. هذا هو ما كان لنا أن نقوله. على كل حال على تسلط القارين، وفي هذا يعني نختم هذا الموضوع هذا الملف، وإلى يعني فيديو أخرى إن شاء الله، ومسائل واجتهادات وبحوث أخرى. أستودعكم الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.